لأول مرة بتاريخ الموسيقى بيجتمع 197 موسيقي من 197 دولة حول العالم لتكوين أكبر أوركسترا افتراضية لتسجيل أغنية واحدة بعنوان معا أجمل أم Together is Beautiful. وبتهدف الغنية لتقديم رسالة عالمية وهي أن الموسيقى لغة واحدة كفيلة بتوحيد الشعوب. إدي حلو هالمبادرة جميلة. وكان أكو مبادرة همين من قبل مايكل جاكسون ومغنيين عالميين. وغير هيك نحن دايماً بالبرنامج عنا ضيوف موسيقيين ونحن كتير منقدر الموسيقى. أنا بعرف as a group فعلاً. فهيدي نحن إنه لقيت خبر حلو لأنه منحب هالمبادرة. لا يعطيك العافية. محمد بيقدر بصراحة الموسيقى بيسيبني بالليل أشغل مزيكا عالية وبيقوليش حاجة يعني. أبداً ما قلنا شيء أبداً. المهم إنه هو يدخل بالمزاج السليم وينام براحته. ومعك العادة بقى هنروح على الرياضة. ومن مصر وأم الدنيا امبارح توج فريق الأهلي بلقب كاس مصر للمرة 37 في تاريخه بعد فوزه على النهائي على طلائع الجيش بنتيجة 3-2 بركلات الترجيح. وبكده الأهلي حقق الثلاثية التاريخية للمرة الثانية بعد عام 2006 بعد فوزه الشهر الماضي بلقب دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري الممتاز. برافو على الأهلي بصراحة. فازوا بكل شيء. أنت الحلقة اللي قبلها قلت إن ما تريد تعلن أنت أهلاوي أو زملكاوي. باين قوي من إحنا بنحب دلوقتي إن أنا أهلاوي صح؟ عموما خسرت نص مصر تقريبا حاليا. مبروك. أخباري أنا هي بالإمارات. تنطلق اليوم النسخة 44 لأغلى البطولات بالإمارات اللي هي كأس رئيس الدولة من دور 16 بمشاركة 14 فريق يمثل دوري الخليج العربي والإمارات والعروبة المتأهلين من التصفيات التمهيدية لأندية الدوري الأول. أخبار الإمارات جاي من الإمارات. أقول لكم أخبار الإمارات جاي شوية طبعاً. واسب يخلونا نهدروا شوية على السينما. لكل محبي سلسلة جيمس بوند الشهيرة مسدس جون كونري في أول أفلام جيمس بوند كيتباع ب 265 ألف دولار. واشترى رجل كيشاهد أفلام بوند. يعني ما كنت تمشي شوية هاد الناس اللي كيبقى تعجبهم شي حاجة في شي فيلم وكيشريوها. يعني أنا شفت هيدا الفرد أنا بالموفي عبالي اشتري. لا 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 أنا بصراحة شوفوا أتفهم هذا اللي اشترى المسدس. يعني تسموه مسدس صح؟ مسدس زي فرد. لأنه أكو ناس يعشقون مسلسلات أو أفلام معينة عاشوها طول حياتهم. فيريد فشي يخلد الذكرى هاي تبقى موجودة عنه ويكون خصوصا جزء من فيلم هو عشقه. انت ما قلت عملي لما كنا في العالم كامل كيمكن لك ديما كيبيعوا داك الشيء اما في استوديو ولا من شي فيلم ولا داك النهار قلت بان واحد لبسات من بريتي وومن كان يمكن لك شي الحداف دياله بالضبط. وعلى سؤال لانا ان هل ممكن انا اسوي هالشيء على ممكن انا اسوي فشي اقوى منه يعني اشياء مال كرتون ممكن اشتريها. هو بيحب الكرتون. هيدا ما عرفه عنك بالضبط. ولك الاكثر انا كنظن بان في كره القدم الناس كيعجبهم يشريوا التيشيرت معينة كانت من ماتش معين. طيب خلينا نعرف كمان ان كشفت صحيفة أرجنتينية عن مقتنيات ذات قيمة عاطفية تتجاوز حتى القيمة المادية الباهظة وتعود للأسطورة الراحل مارادونا مستخبية في بلد البكار الأرجنتينية. نايس. حلو. خبرك حلو. مبسوط؟ انا مبسوط. انا جايبك عشان تتبسط من دبي. حبيبي. زين اكمل انا الاخبار. تم افتتاح الدوره الأربعين من اسبوع من جايتكس للتقنيه الذي يقام حاليا في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركه 1200 شركه من اكثر من 60 دوله مع الالتزام بالاجراءات الاحترازيه لفيروس كورونا. همينا هاي اخبار من دبي. معرض جايتكس هو لكل الالكترونيات اللي تصير عروضات مو طبيعيه من لابتوبات وبادز وغيره. يعني مليون شيء. هذا كل سنه احنا اللي عايشين بدبي او حتى الناس اللي من برا يجون حتى يحضرون هذا الايفنت. بس كويس ان هم عملوه فعلا وقت الكورونا يعني ده حاجه ناجحه جدا. لا الكل هسه ده يترقب كل التنزيلات مال اخر السنه فهذا هو من ضمنها المعرض. طيب جايز نختم بخبر لإلي. يلا. قدمت مجلة تايمز طفل العام 2020 واللي بيمنح للمرة الأولى إلى عالمة ومخترعة مراهقة اسمها جيتا ناجالي راو وعمرها 15 سنة لاختراع جهاز بيكشف الرصاص بقلب مية الشرب. واو. وتطبيق بيكتشف التنمر الإلكتروني. هذا شيء كتير مهم. أنا حبيت فكرة على فكرة. وتم اختيارها من بين أكثر من 5000 مرشح أمريكي للحصول على هذا اللقب البارز. فعلاً It's very impressive. عمرها 15 سنة بس وعملت قصص لنا سنين بنشتغل عليها. إنه الناس الأكبر منها لهم سنين بيشتغلوا عليها.